إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجاهله من جاهله، لا يعلم من جاهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عرض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه جل وعلا. فإن من أدرك علم أحكام الله من كتابه نصا واستدلالا، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة، فهو الكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد. بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق أخباره، ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وإزهاره. هو كتابه الدال لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليها، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه، ولا تقلع سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا، زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح، يا أهل الفلاح حي على الفلاح، نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن
عصفت على القلوب هذه الأهواء، فكانت النتيجة أطفأت مصابيحها وتمكنت منها آراء الرجال، فأغلقت أبواب رشدها وأطاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها من المعاصي والفضول، فلم تجد حقائق القرآن فيها منفذا، وتحكمت فيها أسقام الجهل، فلم تنتفع معها بصالح الغذاء، وعجبا لها، جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاقتداء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع سبحان الله، كيف اهتدت به في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطلع الأنوار من السنة والكتاب، وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على نفسها بالعجز عن تلقي الهدى من كلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية التبيان، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى على الأمد الأقصى، من البيان. كلا، بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها، وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يسابق المتسابقون إليها، والنهاية التي يتنافس المتنافسون فيها وتزاحم عليها. وهيهات، أين السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ وأين الآراء التي نهى قائله عن تقليده فيها وحذر؟ إلى النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها وتبصر. وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات؟ إلى النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات. سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطها معاو الآراء فكرا، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. ونحن مع القرآن وتأملات وتدبرات وتبصرات قرآنية وصورة القصص، وقلنا قد انتهينا من الآية الثامنة والعشرون إخواني الكرام من سورة القصص يا إخواني، والتي قال الله تعالى فيها: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. كان آخر كلام يا إخواني كلام الإمام أبي حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط في تفسير، والكلام سريعا يا إخواني، كان قال الإمام أبو حيان: ولما فرغ شعيب مما حاور به موسى قال موسى: ذلك بيني وبينك. على جهة التقدير والتوثيق، كلام على جهة التقدير والتوثيق في أن الشرط إنما وقع في ثمان حجج، وذلك مبتدأ أخبره يعني بيني وبينك، إشارة إلى ما عهد عليه، أي ذلك الذي عهدتني وشرطتني قائم بيننا جميعا لا نخرج عنه. أمان، أمان يا إخواني، يعني أمن وأمان مع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمن، أمن المجتمعات وأمن الدول وأمن الأسر وأمن العبد الفرد الواحد،
أقسم بالله لا يكون إلا مع كتاب الله عز وجل، مع الأخذ بالأسباب لا ننكر ذلك، ولكن أين الأمن الحقيقي؟ أين السلام الحقيقي؟ السلام القلبي والأمن القلبي. يعني يقول: أي ذلك الذي عهدتني وشرطتني قائم بيننا جميعا لا نخرج عنه. ثم قال: أيما الأجلين، أي الثمان أو العشر، فلا عدوان علي، أي لا تعتدي علي. إزاي؟ في طلب الزيادة، وأي شرط وما زائدة. وقرأ الحسن والعباس عن ابن عمرو سلف، يعني أيما بحذف الياء الثانية، كما قال الشاعر: تنظرت نصرا والسماكين، أيهما يعني على علي من الغيث واستهلت مواطره. مواطره. وقرا عبد الله: يعني أي الأجلين ما قضيت بزيادة ما بين الأجلين وقضيت. قال الزمخشري: فإن قلت ما الفرق بين موقع ما المزيد في القراءتين، قال: قلت وقعت في المستفيضة مؤكدة الإبهام، أي يعني ما وضحش، يعني دي أو دي، أي زائدة في شياعها وفي الشاذة تأكيدا للقضاء. كأنه قال: أي الأجلين صممت على قضائه وجردت عزيمة له. وقرأ أبو حيوة وابن قطيب: فلا عدوان بكسر العين. قال المبرد: قد علم أنه لا عدوان عليه في إتمامها، ولكن جمعهما ليجعل الأول كالأتم في الوفاء اللي هما الثمانية. وقال الزمخشري: تصور العدوان إنما في أحد الأجلين الذي هو أقصر، وهو المطالبة بتتمة العشر. فمعنى تعليق العدوان بهما جميعا، قلت معناه أنه أني إن طلبت بالزيادة عن العشر كان عدوانا لا شك فيه، فكذلك إن طلبت في الزيادة عن الثماني، يعني أراد بذلك تقرير الخيار بين الثمانية والعشرة، وأنه ثابت مستقر، وأن الأجلين على السواء، إما هذا وإما هذا من غير تفاوت بينهما في القضاء. أما التتمة فموكلة إلى رأيي، يعني إلى رأي موسى عليه السلام: إن شئت أتيت بها وإلا لم أجبر عليها. وقيل معناه: فلا أكون متعديا، يعني وهو نفي العدوان عن نفسه كقولك والله عن نفسك لا إثم علي ولا تبعه. وجواب الأول فيه تكثير: والله على ما نقول وكيل، أي شاهد. يا سلام، قلنا إن ده مبدأ في الأسر والمجتمعات والتعاملات والتجمعات، يعني اعبد الله كأنك تراه، يعني ألم يعلم بأن الله يرى؟ يا سلام، والله على ما نقول وكيل. استقامة المجتمعات والأفراد والأسر، يعني التقدم والعلو، والله على ما نقول وكيل، مبدأ في المدارس والجامعات والمصانع والشركات والأسر والمجتمعات كلها يا إخواني الكرام، والله على ما نقول وكيل، أي شاهد. وقال قتادة حفيظ: يعني والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول شاهد، والله على ما نقول كما قال قتادة حفيظ. وقال ابن شجرة رقيب: والوكيل الذي وكل الأمر إليه. فلما ضمن معنى ونحوه عد بإيه؟ بعلى. يعني وهنا إخواني نكون قد انتهينا من الآية 28، ونبدأ في الآيات 29 والثلاثون والواحد والثلاثون والاثنين والثلاثون. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. يا سلام، لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون، يعني عشان الدفو. فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يا سلام، قرآن، يا الله، كلام الله،
يعني وأن ألقي عصاك. يا سلام، وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. ارجع تاني يا موسى أقبل ولا تخف. يعني طبعا كلام الله عز وجل كان له أثر في قلب إيه؟ قلب موسى. أخرج الخوف من قلبه وحل محله الأمن والأمان. يا إخواني الكرام، يا من تبحث عن الأمن والأمان، يا من تبحث عن الاستقرار، يا من تبحث عن قرة العين، تعال إلى هنا أقبل ولا تخف. أخي الكريم، أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف من كل ما سوى الله عز وجل مهما كان هذا المخوف. أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، عبد لله عز وجل. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، هذه أول آية. واضمم إليك جناحك من الرهب، ضم إيدك لقلبك كده. فدل إيه؟ فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. تقول أربع آيات. هيا بنا إلى الإمام ابن كثير. ونستعد إلى سماع كلام الإمام ابن كثير بأذني قلوبنا. إن في ذلك لذكرى لمين؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والتذكر محتاج تفكر، والتفكر طلب، والتذكر وجود. وجود إزاي؟ حلاوة الإيمان، هذا هو الوجود. ذوق، ذاق طعم الإيمان، طعم. لن تطعم طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر. وجد، ثالث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ذوق، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا. أمال إيه؟ خلي بالك، الموضوع مش كلام. لا لا يا أخي الكريم، دي حياة، دي سكينة، دي استقرار. أقبل ولا تخف. وده الكلام موجه للأمة، للإنس والجن. أقبل ولا تخف. أقبل ولا تخف. يقول الإمام ابن كثير، وقد تقدم في تفسير الآية قبلها اللي احنا لسه مخلصين دلوقتي 28، أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأنقاهما. وقد يستفاد من هذه الآية كما يقول ابن كثير الكريمة من قول فلما قضى موسى الأجل، ممكن إيه يعني اللي قال قبله، وكلام الله عز وجل فلما قضى موسى الأجل أي الأكمل منهما العشرة أو الثمانية، والله أعلم. قال ابن نجيح، ابن نجيح عن مجاهد، وما أدراك ما مجاهد؟ عارفين مجاهد بقى؟ عرض القرآن كله على ابن عباس، يوقفوا عند كل آية. فقال مجاهد قضى 10 سنين. قضى ايه؟ 10 سنين، وبعدها 10 الأخر. وهذا القول لم أره لغيره، ده كلام ابن كثير. وقد حكاه عن ابن جرير وابن أبي حاتم والله أعلم. وقوله جل وعلا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله،
قال كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله، فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه، فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره رجل الصالح، واضح، أو شعيب، فسلك بهم في ليلة ممطرة. يا سلام، خلي بالك بقى، خليك من كلمة ممطرة، مطيرة، مظلمة، باردة. فنزل منزلا فجعل كلما أورد زنده لا يضيء شيء. يعني إيه يا إخوة؟ ما هو قال لك ليلة ممطرة، ليلة إيه؟ ممطرة، مظلمة، باردة. فإيه اللي حصل بقى؟ كلما أورى زنده لا يضيء شيء، فتعجب من ذلك. ما هو الدنيا ساقعة ومطر وعايز الدفة، عايز يولع نار، كلما أورى زنده، كلما يجيب الخشب ويحكه ببعض عشان يولع، عشان الرطوبة والمية، يقوم ما يولعش. كلما أورى زنده لا يضيء شيئا، فتعجب من ذلك. يعني ايه اورى زنده؟ قال الراغب الاصفهاني في المفردات، ويقال وري الزند يري وريا، خرجت ناره، واصله ان يخرج النار من وراء المقدح، كانما تصور كمونها فيه كما قال ككمون النار في حجره. يقال وريا يريا مثل وليا يليا. قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، تشعلون. ويقال فلان واري الزند إذا كان منجحا، وكاب الزند إذا كان مخفقا. واري الزند أما يعمل كده تقوم تدي الشرار. والزند عند العرب هو أن تحك خشبة بخشبة فتقدح نارا، وفي بعض القبائل العرب تقدح حجرا بحجر فيخرج منه شرر توقد به النار. في حالة سيدنا موسى هو حب يعمل إيه؟ يحك الخشب الخشبي بس في رطوبة فمش هتجيب شرار، يعني واضح. لكن عندما تحك المروة بالمروة، الحجر الابيض بالحجر الابيض، يدي شرار، يعني واضح. واضح يا اخواني. فهو ايه بيقول بقى الامام ابن كثير، يعني وسار باهله. قلنا قالوا كان موسى قد اشتاق الى بلاده واهله، فعزم على ذلك في خفيه من فرعون وقومه، فتحمل باهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره، فسلك بهم في ليلة مطيرة، فتحمل باردة، فنزل منزلا فعجل كلما أورى زنده لا يضيء شيء، كلما ما فيش، فتعجب من ذلك، يعني بما هو كذلك. فقال آنس من جانب الطور نارا، رأى نارا تضيء على بعد، له على بعد، قال لأهلي امكثوا إني أنست نارا، أي حتى أذهب، يعني حتى أذهب إليها لعلكم تصطلون، أي تدفئون. وعايز يولع النار عشان يدفيهم، الليلة مطيرة باردة يعني مظلمة، يعني فقال لعلي آتيكم منها بقبس، يعني لعلكم شعلة من نار، يعني لعلكم تصطلون، تدفئون، تتدفئون من البرد. قال تعالى: فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. الله أكبر. نود مع إنسان، وبقى من اللي حينادي عليه؟ اسمع بقى. فلما آتاها للنار نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه ناحية الغربي، كما قال تعالى يا إخواني في سورة القصص:
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة، يعني والجبل الغربي عن يمينه، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل. لحف الجبل يعني إيه؟ لحف عم يكون واحد يتلحف، أصل الجبل، في لحف الجبل أصل الجبل مما يلي الوادي. فوقف باهتا مندهشا في أمرها، فناداه رب. يا سلام، ايه ده؟ ده قرآن، ده كلام الله. احنا فين؟ احنا فين وفين كتاب الله؟ احنا فين وفين كلام الله؟ احنا فين وفين التدبر والتأمل يا إخواني؟ فناداه رب من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عمر بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى. يا سلام، ثمرة، ثمرة خضراء، في نوع من أنواع الشجر اسمه السمر، أنا بحب أشوفه جدا ومصوره معايا وحطه في البروفايل بتاعي، وكنت بحب أقعد تحته في الصحراء، متأثر بيه جدا. الشجرة تحس بها كده في الصدق، ما فيهاش بقى لا ورق، فيها ورق خفيف كده بس لا تتجمل أبدا، تعبر عن الصدق والصمود وبذل الجهد وتحمل المشاق. فيعني ايه؟ فثمرة خضراء، ولها اسم تاني برضه، نوع تاني هم قالوا عليه، هيجي دلوقتي. ترف، بيقول ان هذه الرواية اسناده مقارب. يعني ايه اسناده مقارب؟ ده مصطلح من مصطلحات علم الحديث. اسناده مقارب او مقارب الحديث وصف للراوي يدل على وجود شيء من الضعف في ضبطه. لما يقول مقارب الحديث يعني هذا مصطلح أو وصف للراوي يدل على وجود شيء من الضعف في ضبطه، وأن حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات، وهو من ألفاظه المرتبة السادسة أدنى مراتب التعديل. ومن أمثلته قول الإمام أحمد، الإمام البخاري كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث. نعود إلى الكلام الإمام. وقال محمد بن إسحاق عن بعض من لا يتهم، يعني عن وهب بن منبه قال: شجرة العليقي. برضو ده بقى المعروفة عند كل الكتب وموجودة في سيناء. وبعض أهل الكتاب يقول من العوسج، وقال قتاده هي من العوسج وعصاه من العوسج. وقوله تعالى: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. طبعا الإنسان يزوب يعني ايه ده؟ اني انا الله رب العالمين، ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا اخواني؟ اي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين. يا الله، شوف واحد بيتجوز واحده واول ما اشوفها يعيط، يعني هو شاف منظرها شويه مكياج وشويه بتاع ينفطر على نفسه من العياط. خد تعبت تعبت ليه؟ يا الله، ده مين؟ أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. سبحان الله، إني أنا الله إيه؟ إني أنا الله رب العالمين. إيه يعني الكلام ده يا إخوة؟ أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين، الفعال لما يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه.
تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. قال تعالى: وأن ألقى عصاك أي التي في يدك، كما قرره على ذلك في قوله تعالى في سورة طه: وأن ألقي عصاك، قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. قال: هي عصايا أتوكأ عليها، وانت عارفين واجبها منين، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. والمعنى أن أما هذه عصاك التي تعرفها، مش تعرف أن هي عصاك، ألقيها. فألقاها فإذا هي حية تسعى، سورة طه. فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول الشيء كن فيكون، كما تقدم بيانه في سورة طه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.